صباح الخير والسعادة، صباح الأمل في غد أفضل، يتجدد اللقاء وصباح دريم. الجزء الأول من أحوال الناس هنتكلم عن استعدادات الأسواق لاستقبال شهر رمضان الكريم، كلها كم يوم وحيهل هلال هذا الشهر الكريم. كل سنة وكلنا طيبين ومصر طيبة، كل العالم العربي والإسلامي بخير. كمان معروف أن شهر رمضان شهر الصيام، لكن إحنا على العكس، رمضان بالنسبة لنا زيادة كبيرة جدا في الأكل، في استهلاك الغذائي بشكل كبير. علشان كده قلنا برضو أحوال الناس الجزء الثاني هنتكلم على الطرق السليمة للأكل في رمضان، إزاي ناكل في رمضان بشكل صحيح وبشكل سليم وصحي. وطبعا ختام أسبوع صباح دريم هيكون مع الداعية الإسلامية الأستاذة نهير إسماعيل، ووقفة روحانية خاصة إن إحنا على أبواب شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، وحنبتدي قعدتنا صباح دريم بقراءة سريعة لأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم، بعدها مجموعة متنوعة من الأخبار وأيضا مجموعة متنوعة من التقارير ونبض الشارع المصري بيقول إيه. فاصل قصير ونبدأ، وصباح الخير. يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم، وبنشبع من لقمة حلال، وبحمدك بنعيش في نعيم. يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم، وبنشبع من لقمة حلال، وبحمدك بنعيش في نعيم. مرة تانية صباح الخير، وجولة سريعة في أهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. نبدأ جولتنا الصحفية اليوم من جريدة المصري اليوم. حكومة محلب الثانية تحت حصار الاحتجاجات الفئوية في أول يوم عمل. شهد محيط مجلس الوزراء أمس الأربعاء عددا من المظاهرات الفئوية بالتزامن مع أول يوم عمل لحكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية التي حلفت اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. نظم عدد من الصحفيين المؤقتين بجريدتي الأهرام والأخبار وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالتعيين، بعد أن قضوا في العمل داخل المؤسستين مدة تزيد على 3 سنوات على حد قولهم. وتظاهر عدد كبير من سائقي سيارات نقل المواد الغذائية المبردة للمطالبة بالحصول على تأشيرة مرور لمدة 6 أشهر. وتظاهر عدد من العاملين بمشروع تثقيف وتنمية الأمومة والطفولة بالريف المصري التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمطالبة بتوقيع عقود ثابتة لهم والحصول على الحد الأدنى للأجور والتأمين عليهم صحيا. إلى جريدة التحرير، والسيسي يمهل الحكومة 10 أيام لإخلاء الميادين. أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن هناك تعليمات مشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة توفير أماكن بديلة للبائع الجائلين خلال 10 أيام على الأكثر لإخلاء الميادين العامة والشوارع. وأشار لبيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالوزارة إلى أنه تم تكليف المحافظين بسرعة نقل الباعة إلى الأسواق، موضحا أنه سيتم نقل الباعة الجائلين بوسط البلد إلى مول بمنطقة الترجمان يسع ل3000 بائع كحل مؤقت لحين إنشاء أسواق لهم. إلى جريدة المصري اليوم، ومصادر عدلي منصور سيتنحى عن نظر قانون التظاهر أمام الدستورية. قالت مصادر قضائية مطلعة بالمحكمة الدستورية العليا أن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس الجمهورية السابق لن ينظر الطعن على قانون التظاهر، وذلك لوجود مانع قانوني في ذلك، وهو أنه هو من أصدر القانون وصدق عليه وقت رئاسته للجمهورية. وفي هذه الحالة يتنحى منصور عن نظر الطعن، وتتولى المحكمة بذات تشكيلها برئاسة أقدم الأعضاء نظر القانون حتى الفصل فيه والمقرر لها أوائل الشهر القادم. إلى جريدة اليوم السابع، والحكومة طرح مواد غذائية بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية.
عقد أمس الأربعاء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً بحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية وقيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية للوقوف على مدى توافر السلع وملائمة أسعارها في الأسواق وخاصة في المجمعات الاستهلاكية، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات في ملف تطوير الشركات الغذائية الوطنية وفروعها وتجديد المجمعات الاستهلاكية. معنا على الهاتف دكتور خالد حنفي وزير التموين. صباح الخير سيادة الوزير وأهلا بحضرتك. أهلا صباح النور. عايزين نعرف استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان الكريم، وكل سنة وحضرتك طيب وكل المصريين طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة. أولا إحنا يعني شهر رمضان هيكون البداية ومش هتنتهي هذه الاستعدادات بنهاية رمضان بإذن الله. عندنا معرض للسلع الغذائية افتتحناه أمس في أرض المعرض في مقر الصندوق الاجتماعي، وده فيه كل السلع اللي المواطنين بيبقوا محتاجينها، للأسرة المصرية بتبقى محتاجاها بأسعار يعني أقل كتير جدا من اللي ممكن تكون موجودة في أي حتة. بالإضافة لكده إن منافذ المجمعات الاستهلاكية كلها موجود فيها هذه السلع وبأسعار مخفضة للغاية ومنتشرة في كل مصر. إن شاء الله مع بداية شهر 7 مع بداية شهر رمضان يعني الأسبوع القادم إن شاء الله هيبقى في أخبار سارة أيضا تخص منظومة الدعم والتموين كلها. طب ما احنا ممكن ناخد بقى يعني حاجة حصرية كده لصباح دريم عن الأخبار السارة دي عشان الناس كلها تفرح. كل سنة وحضرتك طيب. وانتي طيبة يا ستي. حاضر. الـ يعني الملامح العامة إن المعاناة اللي بيلاقيها بعض المواطنين في الحصول على التموين وشكوته من ان الرز سيء، من ان الزيت او السكر هتنتهي تماما، لان احنا هنفتح للمواطنين لسه فيها 18 سلعه مختلفه يقدر يختار منها السلعه اللي تناسبه وبالجوده اللي تناسبه. كل سلعه في منها صنف واثنين وثلاثه، فمش هيبقى مجبر على اي نوع من السلع اللي موجوده، وبالتالي هتختفي تماما فكره ان يبقى فيه سلع غير مناسبة وحيبقى في منافسة بين السلع والأخرى. في منافسة لمصلحة المواطن بالزبط. والمواطن اللي هتبقى القوة في إيده، والمنتج اللي مش هيعرف يرضي المواطن بسلعة جيدة هيختفي من السوق تلقائيا، وبالتالي قيمة الدعم اللي احنا بنوجهها هتبقى أعلى بكتير جدا من الناحية الحقيقية بالنسبة للمواطن. ده طبعا خبر جميل، لكن كمان عايزين نعرف طبعا واللي عايز أقوله كمان إن الفروع دي اللي هي البقالين التموينيين دول هيبقوا 25,000 فرع، مش هيبقى فيهم فقط التموين، ده هيبقى فيهم سلع اخرى بالاسعار المخفضه ايضا. نفس الجوده في الخارج؟ نفس الجوده في الخارج سياده الوزير؟ نفس الاصناف هتبقى موجوده في ال 25,000 منفذ اللي موجودين في قرى وفي مناطق شعبيه، فبالتالي هنقدر توصل للناس دي. المرحله الاولى هتبقى ب 18 سلعه وبعد كده هنكمل ان شاء الله. إن شاء الله. طيب عايزين نتعرف برضو على أهم النقاط، نقول الأجندة اجتماع أمس مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. والله هو رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أيضا التأكيد على المواطن وكرامته والأسعار ومستوى الجيزة. إحنا بنشتغل في شيء يعني في ملف الشركة القابضة للصناعات الغذائية على طريق أساسيين. المحور الأولاني إن إحنا لازم الناس تبقى عندها سلع متاحة بأسعار مخفضة، وده الحمد لله تحقق يعني بنسبة كبيرة جدا. محور الثاني ان احنا لازم نطور الشركات وخاصة القطاع الصناعي اللي ورا هذه الشركات، لان الشركات دولت في منهم شركات بتنتج سكر ورز وزيت وصلصة وعصائر ومنظفات صناعية ودقيق وخلافه، وفي منهم شركات تجارية زي المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة. احنا بنطور في دول اولا عشان الشركات ترجع تكسب تاني، لان منها شركات كثيرة خاسرة، ودي اصولنا اصول المصريين، ممتلكات كل مصري لازم نصونها ونحفظها ونميها بحيث ان دي امانة احنا ممكنين عليها، فلازم ترجع تاني الشركات دي بقوة وتنافس الشركات الاخرى، تنافسها بالاصول بقواعد السوق، مش تنافسها بالاحتكار او بالجبر، لا تنافسها لانها فعلا هتكون احسن منها. طب انا اسال لمقاطعه سياده الوزير، لكن ما فيش هل تم الاتفاق على نوع من وضع اليه او منظومه للسيطره على الحد من غلاء الاسعار؟ وده كان اشار اليه طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في احد اللقاءات اثناء الحمله الانتخابيه على حول هذا الموضوع. رئيس الجمهوريه بيتابع بنفسه، احب اقول لك يوميا انه هذا الامر وبيتابع بتفاصيل دقيقه جدا،
ولذلك حضرتك هتلاقي من امس ان سعر اللحمه الطازجه نزل ل 39 جنيه و90 قرش ومتاح في جميع المجمعات الاستهلاكيه وفي المعرض. 39 جنيه؟ اللحوم المجمده على سبيل المثال ب 29 جنيه و90 قرش، وان الدواجن المجمده ب 14 جنيه و75 قرش. دي ارقام كلها أقل. معلش سياده الوزير منبه قول لنا فين اللحمه اللي 39 دي عشان نروح كلنا نشتري الحقيقه. كل في موجوده بالفعل يعني. بالفعل وموجوده في المعرض. الدواجن اللي بقول لحضرتك عليها ب 14 جنيه و75 قرش موجوده بالفعل في المجمعات كلها وفي المعرض، وهتبقى موجوده عند التموين كمان ابتداء من شهر 7. اللحوم المجمده ب 29 جنيه، الزيت في منه ب 6 جنيه ونص وفي ب 8 جنيه، الرز في منه ب 3 جنيه وربع، السكر والدقيق والصلصه وكل المنتجات اللي بتتباع كالاسره والشاي والسمنه، كل حاجه الحاجات دي احنا ضغطنا فيها، قطعنا حلقات الانتاج ولسه مكملين بنشوف مصادر اخرى، بنشوف طرق اخرى توفر اكتر واكتر للمواطن. طب معلش بقى احنا نطلب من حضرتك، حضرتك قلت لنا مجموعه من المعلومات الحقيقه يعني اللي تدعو للتفاؤل وتدعو فعلا الواحد يعني يحس ان في تغيير فعلا في منظومه على الاقل السيطره والحد من الغلاء، فاحنا لازم حضرتك ان شاء الله تشرفنا يوم علشان وخصوصا قبل شهر رمضان علشان المواطن المصري في كل مكان اولا يعرف ان الاسعار دي موجوده بالفعل وان ده حقيقي، ان احنا مش كلام زي ما بيقولوا كلام تلفزيونات، لا كلام، وانتوا تراقبونا يعني انا عايزكم بكاميراتكم بالناس بتوعكم ينزلوا يبصوا ويشوفوا الكلام ده بالتاكيد هيحصل هيحصل ان شاء الله. حضرتك بقى لازم توعدنا ان شاء الله تشرفنا قبل شهر رمضان بس علشان نعمل حصر لكل هذه الاشياء ويحس بيها بالفعل ويعرفها المواطن اللي ما عندوش معلومه كمان عشان نوصل المعلومه للناس. والمعرض جنبكم في ارض المعارض يعني في القاهره مش بعيد، هنكون موجودين اكيد ان شاء الله، هنكون موجودين وحضرتك هتشوف ده من خلال التقارير. دكتور خالد حنفي وزير التموين جزيل الشكر، والحقيقه ان شاء الله الى لقاء قريب، فعلا لازم قبل شهر رمضان لازم علشان نعمل الى حد ما نوع من حصر هذه القرارات، لان القرارات دي كلها في صالح المواطن البسيط اللي احنا بنقول دايما هو ده اللي بنحاول ان احنا نسلط عليه الضوء وناخد له حقه او يعني نساعد على اخذ الحقوق. مره اخرى الى جولتنا الصحفيه وجريده اليوم السابع، تراجع المناطق العشوائيه غير الامنه بمصر الى 304 منطقة 64 منطقة. كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن تراجع المناطق غير الآمنة في مصر في فبراير 2014 لتبلغ 364 منطقة مقابل 442 منطقة خلال عام 2010، مرجعا السبب إلى حدوث التطوير أو الإزالة. وأوضح المركز في تقريره الصادر بعنوان المناطق العشوائية في مصر حقائق وأرقام أن عدد المدن بمصر يصل إلى 226 مدينة بإجمالية كتلة عمرانية تصل إلى 417 ألف فدان، مشيرا إلى أن 37.5% هي مساحة العشوائيات حتى فبراير الماضي، والتي تنقسم إلى مناطق غير مخططة تبلغ مساحتها نحو 97.1% ومناطق غير آمنة تبلغ مساحتها نحو 2.9%. إلى جريدة الأهرام، وأرابتك الإماراتية مستمرة في مشروع مليون وحدة سكنية بمصر والتنفيذ خلال أيام. كشف خادم عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة والتابعة للحكومة الإماراتية عن أن الشركة مستمرة في تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية في مصر، مؤكدا أنها ستبدأ عملية التنفيذ خلال أيام القليلة المقبلة. أضاف القبيسي في تصريح خاص لجريدة الأهرام أن أرابتك القابضة التابعة للحكومة الإماراتية مستمرة في إنشاء مليون وحدة سكنية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بعد قيام الشركة بإقالة العضو المنتدب للشركة حسن اسمك الأردني الجنسية وتولى محمد فهيم المنصب خلفا لسميك بعد مسلسل الخسائر التي لحقت بأسهم الشركة في بورصة دبي.
إلى جريدة الوفد، والسيسي يبحث ترسيم حدود محافظات مع مدبولي. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في لقاء مطول استمر 3 ساعات ونصف ساعة. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أن اللقاء تم خلاله استعراض ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات والمخطط المستقبلي لشبكة طرق الجمهورية حتى عام 2035. جريدة الشروق، وزير الأوقاف، مؤتمر دولي متخصص لمواجهة التطرف والغلو. أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تبني المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالوزارة عقد مؤتمر علمي دولي متخصص تحت عنوان التطرف والغلو بين أغاليط المضللين وتفنيد العلماء والمحققين. وشدد وزير الأوقاف خلال لقائه مع بدء عمله من مكتبه بمبنى الوزارة أمس الأربعاء مع قيادات الوزارة على بذل أقصى الجهد لتعميم المنهج العقلي في التفكير الذي ينتهجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، منطلقا لتجديد الخطاب الديني، وليمسك الناس سماحة الإسلام بأيديهم. إلى جريدة الوطن، ورئيس الرقابة المالية لم نوافق رسميا على صفقة ساويرس هيرمس. قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة لم توافق رسميا على صفقة بيع 20% من إجمالي أسهم المجموعة المالية هيرمس لصالح تحالف ساويرس بيلتون. وأضاف في تصريح لجريدة الوطن أن الهيئة أو جهاز الرقابة لن تتدخل في الصفقة نهائيا، ودورها متابعة الإجراءات الفنية والموافقة على إعلان تفاصيل الصفقة، لا يعني إتمام البيع أو الشراء. وأخيرا مع جريدة التحرير، والأوبرا تحيي الذكرى 19 لرحيل محمد الموجي بمسرح الجمهورية. واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم إحياء ذكرى رموز ورواد الموسيقى العربية، حيث تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو سليم سحاب حفلا بمناسبة الذكرى 19 لرحيل الموسيقار محمد الموجي، وذلك في 8 مساء اليوم الخميس 19 من يونيو على مسرح الجمهورية. يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أهم وأجمل أعمال الموسيقار الراحل، منها لتشغل بالك ولايق عليك الخال وأكدب عليك ويا مالكا قلبي وكامل الأوصاف والحلوة داير شبكها وإيه هو ده والصبر حدود واسأل روحك ورسالة من تحت الماء. بكده نكون وصلنا مشاهدينا إلى نهاية جولتنا الصحفية، فاصل ومجموعة من التقارير من الشارع المصري، انتظرونا.